مشاهدينا الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم مجددا، واغنيه يا بلدي يا بلدي يا وطن احبابي. ان شاء الله البلد تعم بالخير والامان والاستقرار يا رب. الاجواء زي ما شايفين خريفيه واجواء جميله، اجواء لحمه زي ما بنقول احنا. أيوة. الشعب السوداني. أيوة. شيء وحاجات مقبلين على أيوة. على عيد الاضحى المبارك. أكيد. الناس تجهز احساسه ومشاعره. ايوه اكيد، لكن احنا عاده السودانيين الفتره الاخيره دي بتكون منا وعيد الضحيه كده بنكون هاجمين هجوم على اللحوم. ايوه. والليله معانا ضيفه برضو عندها علاقه باللحوم، لحوم البركه الاكيد معروفه لدى الشعب السوداني ومتردده ومتكرره ومن اجمل الوجبات المتعود على الشعب السوداني. نرحب بالاستاذه مها، اهلا بك. اهلا يا استاذه هدين، شكرا كثير لتوفيقك لنا اليوم، ومرحبا بالمشاهدين الكرام، وسعيدين حقيقه نكون معاكم اليوم. سعيدين جدا بوجودك معنا يا استاذه مها، انت مدير اداري لحوم البركه، ادينا نظره عامه عن لحوم البركه. طيب، لحوم البركه هي شغاله في مجال اللحوم، اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء. بنحاول انه نحن نسهل للمواطنين انه ما يدعبوا، فالنوع اللي هم عايزينه بيلقوه عندنا، سواء كانت مفرومه سواء كانت عاديه، تصنيع كفته، الحاجات متاحه. بدات النشاط لحوم البركه من عام 2014. ايوه، دي كانت البدايه للحوم البركه. ايوه كانت البدايه. طيب، عايزين نعرف تفاصيل اكثر يعني عشان كمان المشاهد يكون عارف وماشي يختار شنو وماشي يشير شنو، يعني ادينا تفاصيل عن المطبخ، طبخ المطبخ في لحوم البركه، التفاصيل، طريقه الطلب. طيب، المطبخ بتاعنا اصلا هو مطبخ تركي، العمال اللي عندنا يتدربوا على يد اتراك في التصنيع وفي الشوايا. فانت لما تجي في لحوم البركه بتلقى اللحمه ذات جوا مقسمه على حسب الانواع الموجوده عندنا، بتكون في وحدات متبله في وحدات غير متبله، حتى مثلا على حسب الاصناف الموجوده. في مثلا لو جينا مسكنا اللحوم الحمراء بتلقى مثلا عندنا في الكفته بتلقى فيها كم نوع، بتلقى فيها كفته سوداني عادي، كفته شيش، في كفته تركيه، في كفته موزاريلا، عندنا اذن تركي، في فليتو، في تاني بتمسك الجانب بتاع الضان بتلقي الشيش البيتي، بتلقي تاني عندنا بيت الكلاوي، في الشاي السودانية. دي اجواء الشاي السودانية. ايوه، اجواء الشاي السودانية فعلا. تاني عندك الفراخ، بتلقي في شيش طاووق، بتلقي ريش فراخ، في الحمد لله يعني الحاجات كلها متنوعة. يعني اي شيء، اي طلب بتاعت المحل نفسه، انت بتجي داخل بتشوف مزاجك في نوع من اللحمه، يا تشيلها نية يا توديها المطبخ تقعد جوا في المطعم وهم بيظبطوا لك الجلسه والقعده والتفاصيل دي. ايوه، لانه شو مثلا في ناس بيكون عندهم حابين مثلا يشوفوا البيت. حلو. او مثلا يشيلوا يمشي يشوفوا في مزرعه. حلو. فبشيلوها متبله جاهزه وبيمشوا بيستمتعوا بالطعم الجميل هناك. حلو. وفي ناس بيكون عندهم وقت للكلام ده، بيقولوا عايزين ياكلوا في المحل قبلهم، يعني على حسب ما انت داير بتلقى. احتمال جلسه المطعم وجلسه المكان ممكن يكون لها اثر في الموضوع ده. ايوه، لانه جوا حته هاديه، الصاله بتاعتنا هاديه. ثاني الصالات مقسمه، في صالات بتاعت التدخين، صاله للمدخنين، في صاله عائليه، في صاله الاجتماعات الخاصه والمناسبات الخاصه. فالمكان مهيئ لكل الاصناف، لكل المستويات. الفكره شنو؟ طيب، من انه يعني استوعبوا عماله مثلا تركيه او الشيف ذاته يكون هو تركي، ده لانه الاستثمار ذاته جاي تركي، ولا فكره المستثمر او مالك المطعم؟ المالك بتاع المحل هي شراكه سودانيه تركيه. حلو. فنحن مثلا دوريا بنجيب شيف من برا، فهو بيقوم مثلا بيدربه سواء كان جوا للتتبيل تصنيع جوا او على مستوى الشوي ذاته. يعني الشيف ما بيكون سوداني؟ لا، هو بيكون سوداني، لكن هسه حاليا شغالين جوا سودانيين. تدريب سوداني. سوداني تركي. حلو. فبيجوا بيدربوهم وبعد ذاك يعني في النهايه طعم تركي يعني. بدل ما تتعب تمشي تركيا بتجي هنا في السودان تاكل في لحوم البركه. طريقه التقديم كيف؟ طيب، ما خلاص الطعم عرفناه والشكل، لكن الفرق شنو؟ مميز شنو؟ يعني بيميز ناس البركه من اي مطعم او اي شوايات ثانيه؟ طيب، اللي بيميز البركه انك انت ما بتلزم بكيلو. يعني مثلا المحل البر ده من ناحيه اللحمه، لكن طريقه التقديم ذاتها قصدي. طريقه التقديم في عرض محدد، في حاجه فكره غير، ولا هو ذاته صحن والله هو ذاته طبعا اكيد الصحن. ما في حاجه. بنخلي مثلا الزبون بيختار الحاجه اللي هو عايزها. طيب، بمزاجه يعني، بكميه بالكميه اللي هو حبيها، قطعه واحده، قطعتين، كيلو، ثلاثه كيلو، الحاجه اللي هو بتعجبه.
ما في إلزام بكيلو معين وبعد ذلك بيبدأ. أي بيختار الحاجة هو دايرة، بيختار نوع سلطاته اللي هو دايرة، بيختار نوع العيش اللي هو دايره. يعني إحنا موفر لهم جوا كذا صنف، فهو بس ما عليه إلا يجي ويختار الحاجة اللي هو حابها. كده عدد الأصناف، لأنه مثلا هذه اللي إذا عاملة دايت مثلا في زول مثلا عنده سكري بيفرق الموضوع صح؟ طبعا. يلا هسه بالذات كمان في ناس الكيتو يلا بيجوا ايوه بيجوا بيقول لك يا اخي مثلا احنا ملزمين بجرامات محدده ايوه، فالحاجه دي بيلقوها عندنا موجوده جاهزه، فبنوزن لهم 200 جرام 300 جرام على حسب الكميه اللي هم دايرينها. في ناس ما عندهم ميزانات في البيت، فهنا بيجوا بياخذوا الحاجه اللي هم عايزينها. اذا ما عايزين متبل، في ناس طبعا عندهم مشاكل بتاعه معده، عندهم مشكله مع مثلا البهارات الزيوت كده، في من غير تتبيل. يعني في اصناف بتتشوي من غير تتبيل، يعني الاكل المشوي دايما صحي اكثر من باقي الحاجات، اكثر من الفحم. ايوه مشوي على الفحم. تمام. الميز بين النكهه السودانيه والنكهه التركيه. يعني انا هسه لو جيت قعدت قلت انا عايزه والله حاجه ميكس كده، عايزه تركي وعايزه سوداني، كل الاختلاف بيكون اسطنبول على خرطوم كده. ايوه الاختلاف بيكون وين؟ الاختلاف في الطعم. يعني مثلا في البهارات، يعني مثلا في بهار مثلا احنا السودانيين ممكن نكثر في البهارات شويه، هم عندهم حاجات من غير حتى بهارات، او بهار بتاعهم يكون خفيف، او مثلا في الكميات بتاعت المقادير ذاتها، مثلا في اللحمه مثلا في حاجات بيدخلوا فيها الضان مع العجالي بوزنه محدده، طعم بيكون مختلف تماما. ثاني حاجه في الطريقه بتاعت اللف بتاعت الحاجه ذاتها، التصنيع بتاعها ذاته، انت كيف تشويها بيطلع لك طعم مختلف تماما عن الطعم الطبيعي اللي احنا ممكن نعمل برانا في البيت. ممكن نشوف الفرع الرئيسي وين يا بكري يعني ورينا الفرع الرئيسي بتاعكم وين وباقي الفروع وين في العاصمه؟ البدايه اصلا كانت في الرياض شارع المشتل. ايوه وصاد بنك الخرطوم ده الفرع الرئيسي حقنا. عندنا فرع في كافوري جوار مسجد النور، الفرع الثالث في دبي ابو الهيل اسمه بركه الخير. فدي الفروع حاليا حقتنا، وان شاء الله ربنا يسهل لنا ونعمل فروع ثانيه. ظالمين ناس درمان ما جيتونا ليه؟ والله جيتونا ناس درمان دائما عندهم التحيز كده يقول لك ما جو يا جماعه عملوا يعني بس الحاجات كده في السنتر قريبه بتاعت الخرطوم وبحري قاسم ممكن يوصلوها. لكن درمان عندهم اي شيء يعني اللحوم والسمك كلها بس ما عندهم البركه. كلام صح، ما عندهم البركه لانه احنا اغلبيه الكستمر حقنا بيجوا من درمان. ايوه فهم بيعانوا يعني لحد ما يصلونا، وان شاء الله نعمل لهم فرح هناك قريب ان شاء الله. طيب يعني قبلك زي ما ذكرتي انه ما في كيلو معين انت ممكن تبدا به وتشيل. يعني انا هسه الليله لو جايه عايزه اخذ مثلا كيلو واحد او عايزه اخذ اقل من كيلو وشايله، يعني ما عايزه اكله عندكم في المطعم، بتسمح لي برضو ولا بكون نفس ال؟ لا مسموح لك اشيله واطلع به يعني امشي اكله في البيت براحتي. تاخذي براحتك، اذا حابه انه مثلا يشوي لك جاهز ممكن احنا نشوي لك في محلنا جاهز ولك، او اذا انت حابه تمشي مثلا تشيلي مبخر. أيوة. كجزاره بس في كمطعم الجزاره موجود. ايوه في ثاني حاجه اكثر ناس ممكن يكونوا مستفيدين العاملات اللي هم بيكون عندهم زمن عشان مثلا يجهزوا غدا في البيت او كده، فبيجوا بتجي مثلا تجهز اكلها او مثلا بتشيل بعد ذاك ناس المدارس. يعني اذا حابين يعملوا شاورما لاولادهم يعملوا. ايوه سواء. في حاجه ثانيه، اذا كان العماله والشكل بتاع المطعم والجلسه جامع ما بين الليكجري حاجه فاخره وفخمه وجلسات عاديه، نوع اللحمه ذاتها بتكون يعني البهائم او الخراف اللي بتجي او العجاله كلها من السودان ولا مستورده؟ لا سودانيه. سودانيه لكن الفكره في العامل نفسه. ايوه احنا حاليا حتى محلنا في دبي شغال بلحمه سودانيه بنصدر لهم احنا من هنا. اها فاللحمه السودانيه مرقوبه في كل المحلات، ما في اطعم من لحمتنا السودانيه يعني. طيب كان المخرج طبعا داري ياكل شيء مع الجو الرهيب ده، فكان ممكن نعمل لك حته كده بتاعت شوايه وكده وكان تجي تذوقينا يعني. ما كان والله يا ريت يا ريت، لكن ما مشكله ان شاء الله في حلقات جايه ممكن تكون فيها افكار ثانيه. حلو اذا عامل يا انتوا تجونا هناك تنورونا هناك. ابشري خلاص يا بكري احنا ماشيين وجايين من طرف مها. بعد ما ناكل ما عندكم مشكله. بعد ما ناكل بنستعمل شنو عشان مثلا تاخذوا مو طريح معدتك يعني؟ طيب. مشروبات والتحليه والحاجات الحاجه الاساسيه عندنا الغباشه. الغباشه ايوه اذا انت جربتوا الغباشه بتاعت البركه ما حتقدر تشربوها في محل ثاني، ترميهنا ما حقدر اقول بس طيب عندكم شيف معين برضه ليدي؟ طبعا ان شاء الله يكون سوداني حقنا. لا لا حاجه مربوط بتاع اللحمه معناها شربوت. اللحمه الشربوت يا غباشه. أيوة. وفي بيبسي برضو بساعد في انه يهدم اللحمه. لا هو احنا اصلا بنعتمد اكثر حاجه على المياه القازيه دي موجوده بالاضافه للغباشه.
الشربات ده شويه بداخلنا في حتات ثانيه، فعشان كده موقف انه يعني ما ما داير انه خفيف كده يعني. الشربات ده حضر موعد الضحيه بس، الشعب السوداني كله هسي مجهز البلح ومجهز حاجات الشربات ما داعي للضحيه اليوم، واليوم ده يجي عشان الناس يعني ما منتظرين ياكلوا لحمه، منتظرين ياكلوا عشان يشربوا الشربات. عشان كده قلت لك هو بيدخل في حسابات ثانيه احسن. مهيد مهيد له اسبوع قال بالي البلح بتاعه ومجهز اموره ومظبطها، صح مهيد؟ منتظر. طيب حلو، اجيك تاني لنقطة مهمة شديد. الجلسة تقبل قلت المطعم جلسته هادية، فهل حتكون هي كراسي مثلا ولا في جلسات بلدية ولا في جلسات عربية؟ احكي لي اكثر يعني. هي جلسات عادية كراسي، لانه مثلا انت صعب انك تعمل بلدي، لانه الجلسات الارضية عموما بتكون متعبة بالذات للناس كبار السن او كده ما بيقدروا يقعدوا على الارض. فدائما انت بتراعي انه زبونك لما يجيك لازم يكون هو مرتاح قاعد بوضعية مرتاحة. في ترابيز مثلا بتكون صغيرة، في ترابيز كبيرة للأسرة الكبيرة يعني. في طيب صالات للاجتماعات وكده يعني، زول مثلا خلص اجتماعه وجاي عازم الناس اللي شغالين معه كله. يعني صالات بتاعت في اي بي، صالات عادية، صالات بتاعت أسر. في صالة في اي بي. ثاني حاجة في ناس بيجوا بيعملوا اجتماعات عندنا يعني، ما إلا ممكن تطلعوا من المأمور يعني. أيوة. ما يعملوا مثلا في المكتب، بيجوا بيعملوه عندنا بعدك بياكلوا. بعدك بياكلوا. في وفود برضو بتجي من بلوها عندنا في المحل، فعندهم طبعا الصالة تحديدا حقت الاجتماع الا بيحجز مسبق. ليه؟ لانه مثلا بيكون في ناس طالبينها قبالك. ثاني حاجه بتكون عايز تجهيز يعني، اقل حاجه ساعتين لحد ما تتجهز وتتظبط. طيب عندكم طلبات للمناسبات يعني؟ يعني مثلا زول عنده مناسبه صغيره وداير يجيب من لحوم البركة، فطلب منكم كمية معينة، الحاجات دي ممكن تتوفر له؟ أيوة ممكن، بس يجينا قبل فترة كافية يعني من المواعيد المناسبة. أيوة نجهز لك كمية اللي هو عايزة. ثاني حاجة بتاخد زمن على الشواية، فلازم إحنا برضو نكون عاملين ترتيباتنا لها. بتستقبل أول شركة يعني زول جايب مثلا اللحم من برا يجهزوها له زي ما بتعمل باقي المطاعم، هل الحاجة دي فيه ولا بس اللحم اللي عندنا؟ لحمتنا بس. أيوة. السر شنو طيب؟ ما هو يلا شوف أقول لك حاجة، أنت لما زول يجيب لك لحمه من برا انت بتكون عارف هو جايبها من وين، مصدره وين. ايوه مصدره وين، هل هي قويه. بعدين يجي يقول والله انا عملوا لي ناس لحم البركه، الاسم بيطلق عليكم انتوا طبعا. فانا احسن اكون حالتي انا بتحمل مسؤوليتها كامله انها هي طلعت من عندي، دي لحمتي، حاجاتي، تفاصيلي كلها، عارفه صلاحيتها، ريحتها، ايوه انها هي كويسه ما كويسه، الحاصل فيها شنو. ايوه للسلامه ذاته ولسلامه الزول الجايه. ايوه ثاني حاجه اللحمه بتاعتنا بتكون مفصوصه اصلا يعني، معانا دكاتره بيطريين موجودين تابعين وزاره الثروه الحيوانيه، بيجي بيتابعوا لنا يوميا، بيشوفوا التصنيع بتاعنا، الحاجات جودتها، هل هي صالحه للاستخدام ولا ما صالحه. فانا اضمن لي واسلم لي انه اللحمه تكون حقتي. في شيء مميز يا هديل نلقاه في المطاعم او اغلب المطاعم يعني، بتحافظ على بواقي الاكل، بتوزع بطريقة يعني خيرية للناس العوامل في العاملين مثلا في الشارع، للناس الموجودين في الأسطوب، الأحياء الفقيرة وكده. فهل الحاجة الخيرية دي قاعدة في لحوم البركة ولا لا، ولا بس أي زول بيجي بشيل وخلاص والباقي بيترمي ولا؟ طيب ما عندنا حاجة بتترمي. أه. لأنه كل زبون بيجي بياخد على قدر الكمية اللي هو عايزها. طيب إذا مثلا في حاجة بقت أو البواقي بتاعت اللحمة فتافيت والله، طبعا اكيد في محتاجين جنب الباب اصلا، مرات بيكون مرن على الطريق اصلا بيقوموا بيدوها اليوم. لكن بالوضع الطبيعي كل زبون لما بيجي داخل بياخذ على كميته، يعني مثلا احنا ثلاثة اشخاص فحشيل ثلاثة اعواد بتاعه كفته، ما حاخذ اكثر من كده. في ناس يعني ما هي يعني دايره تاخذ يعني حاسه بانه هي جعانه فعايزه تاخذ قدر، ولا لو جو وفدي كده عايز يظهر له نوع من الكرم بتاعه. فالمطعم لو خصص مثلا خاصيه انه يعني الاكل لو باقيه وشيله معك سفري، احنا ما لا ما في بياخذوها ذاته. يا بكري كشعب سوداني بنحب الحاجه تكون كثيره قدام، بنشبع بعيوننا، ما حناكلها بنشبع بعيوننا. ايوه هم صح، هم فعليا كتار بيجيبونه دايرين سفر الباقي يعني، الزبون ذاته بياخذ. ايوه فقلت لك ما بيكون عندنا باقي اصلا فايت، لانه كل واحد بياخذ على قدر حوجته او بيشيل الباقي ومش بيعمل او بيشيل الباقي. حاجه كويسه شديد، ونتمنى انه الخدمات زي دي تكون يعني موجوده في السودان بصوره اوسع وبطريقه يعني الطف وحاجات اجمل من كده. بيقودنا ثاني لنقطه مهمه جدا، دور النظافه داخل المحل والمطبخ والرائحه وكده من اللحمه. أيوة. ودي الحاجه دي مهمه شديد، المحلات بتاعت اللحوم عموما ما بتتحمل. ايوه صح. فلازم تكون النظافه دوريه يعني من الحاجات الاساسيه. ثاني حاجه انت مثلا عشان تحكي لي مين ما تفتح المحل الصباح
لما نفتح المحل الصباح اصلا نظافه ما في حاجه غير نظافه، ممكن نكون احنا شغالين ساعتين بس بننظف وبنرتب. بتستعمل معقمات؟ طبعا بنستخدم ديتول، بخور مثلا، ايوه تعقيم. بخور شركات نظافه ولا في شركات؟ ايوه بتجي بتاعت وهي بتكون متعهده مثلا بتاعت أيوة. التعقيم والمبيدات والحاجات دي، ده اللي بيكونوا بيشتغلوا بالليل بعد المحل ما يقفل. طيب الصباح بتجي ياهو النظافه العاديه، بيكون الغسيل بالمحل كله بيتغسل، بعد ذلك بتكون نظافة على مدار اليوم يعني. والمطبخ جوا هل بتلزم مثلا العامل انه يلبس كلوفزات؟ طبعا اكيد. انا قلت لك عندي مفتش بتاع صحه بكون قاعد جوا، يعني دي الحاجه اللي بتميز المعمل بتاع البركه بتاع انه هو بكون قاعد انه بفتش الموظفين انه هم لابسين كمامات، لابسين جوانتيات، الاظافر، بيراعي الحاجات دي كلها، الشعر الكثير برضو بالمناسبه اي لانه ممكن يقع على الاكل. ايوه فهم بيكونوا لابسين الطواقي وكمامات وجلافزات عشان يشتغلوا بيها، لانه يعني في حصل لنا كم مره بيكون مثلا معانا واحد بيكون عنده هوس نظافه، فلما يلقى شكل الزول بيقدم له الطلب اول عايز ياخذ منه الويتر، يعني ياخذ منه الطلبات شكله ما عاجبه ممكن يمشي يخلي المحل، مع انه ممكن يكون الويتر ما عنده علاقه بالطبيخ ولا هو مجرد لا هو بمجرد ما انه هو يشيل الصحن انت ممكن يدك دي ممكن تدخل في الصحن جراثيم او عموما في ناس الهوس بتاع النظافه لو جه داخل اللي قال له مثلا منديل واقع ممكن يعني يتعقد من الموضوع ما ياكل، فهل انتم مدين النظافه تركيز واهتمام كما يجب؟ طبعا اكيد ما دارك من ثلاثه يعني. يا سلام. طيب نشوف النظره المستقبليه، يعني عايزين نعرف النظره المستقبليه للحوم البركه. والله النظره المستقبليه زي اي زول بيكون عايز انه يكون عنده فروع ثانيه، انه دائما يقدر يكون عنده رضا، يعني الزبون بتاعه يكون راضي عنه تماما، مبسوط من الخدمات اللي هو بيقدمها له، فان شاء الله ربنا يقدرنا انه يكون فروعنا ثاني جوا السودان ونزيد ثاني برا السودان يعني. ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله اللهم امين. يعني ما عندكم اماكن خاصه بالبنات؟ يعني انا طبعا امشي ليه سؤال مهم جدا. طبعا خصوصيه اكثر. ايوه لانه في شوليات كده بتاعت بنات بيحبوا يقعدوا برام ياكلوا خصوصا لو كانوا منقبات مثلا. ايوه والله معلش حاليا احنا الاوبشن ده ما عندنا، لكن شنو ممكن تكون الصاله الفوق اذا هم حابين يكونوا بنات براهم ممكن يحجزوها مقفوله لهم، يعني اذا هم ما عايزين يختلطوا بالناس التحت. طيب العوائل او الاسر بتجي عندهم مثلا في بارتيشنات بتكفي كل غرفه، اذا زول عنده مثلا زوجته زوجاته بناته ما دي قلت لك في الخاصيه بتاعت الصاله تحت الحجز، اذا انت ما حاب تختلط بالناس فبتجي بتقول يا جماعه انا عايزه الصاله المغلقه ما داير معي ناس. في ناس بيكونوا تقريبا مرات 10 اشخاص او بس هو اسرته الصغيره، فما انا قصدي نظام الغرف اي انا قصدي ما حتى لو نظام الغرف يا بكري ما في، في بشوف دائما في مطاعم في ستاير اللي بتكون بتجيب بتغطي، اي فاذا جوكي مثلا بنات منقبات او غير منقبات المهم ان هم عايزين ياخذوا راحتهم في ياكلوا، بالذات انه اللحمه دي دايره زول يعني كيف كيف اليدين دي اليدين يكون مرتاح كده وهو بياكل فيها. يعني ممكن انت تعمل لهم الستاره دي او ممكن هي تتعامل مع الويتر انها هي تقول له الحاجه دي وينفذها ليها، يعني يغطي لها بحاجه يشوف لها ستاير أيوة. كده حاليا الحاجه دي ما عندنا، لكن زي ما قلت لك هم ممكن يحجزوا على الصاله الخاصه. لكن أيوة. اكيد حتعملوها اكيد ان شاء الله لقدام ممكن يعني. نعمل الحاجه الثانيه بالنسبه لليدين احنا بنقدم سيرفيس عديد، شوكه وسكين وصحن. فالناس هناك بياكلوا بالشوكه والسكين عندنا بياكلوا بشكل لا لا في ناس مهما كان ايا كان الحته اللي هم فيها عندهم ايام كده ممكن الاسبوع كله انا اكون باكل بشوكه وسكين، انا بيجيني يوم انا مزاجي لا انا اخذ الشوكه والسكين دي ودايره اكل بيدي. ما مشكله اكل قدام الناس ما عندك شغله بيننا ليه حرام عليك كده ومدخلين احنا كبنات في حته ضيقه. لا لا ما في حته ضيقه لكن ايوه طب لا ما كبر استيجي يعني كزول ذاته ما بيكون ماخذ راحته، يعني ما في زول بيحب زول عيل وهو بياكل صح. ما طيب هو بالفهم ده حتى لو كده معناته بالشوكه والسكين برضه حكون خجلانه. لا بالشوكه والسكين عادي عموما انت اللي تجيب لحمه مثلا يعني فليتو كدا. يعني ما محتاجه انك تدخل يدك صح وستيك حاجات زي اي يعني الستيك ده والله الشعب السوداني ده انا ما اعرفه لكن بيستمتعوا باكل اليد وبالعيش بعدين فيه بركات. الحاجه الحلوه في الشعب السوداني انه هو ما 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 بيخجل في الاكل تحديدا، هو لو مشى اي حته بياكل بيدينه عادي صح، دي احلى حاجه فيه يعني حتى لو مشى انه ما بيلتزم انه المحل ده برستيج وكيف أيوة. او يعني ثانيه مهلا ومنقبه هكون قاعده باكل تحت النقاب كده ما بتجي. ما طيب انت منقب عندك حلين، يا اما تطلعي الصاله الخاصه يا اما تشيلي الاكل تمشي البيت عرفتي. لكن متاكد انه بعد الحلقه دي اكيد حتراعوا لانه تعملوا غرف خاصه للعوائل صح؟ لا ان شاء الله اكيد طبعا اكيد ربنا ان شاء الله يوفقكم اللهم امين. نحن استمتعنا جدا بطعم اللحم والشواءات انا دوختها هذه حسيت بالحاجه دي حطها من هنا حنمشي طوال طوال ان شاء الله نشوف برضه معانا المشاهدين
كانت مساحة ممتعة. مها عزيز المدير الإداري لشركة حمر البركة، أتمنى لكم التوفيق في كل المجالات والمسارات، احنا بإذن الله معاكم ودائما ندعم المشاريع الناجحة، وبرضو دي دعوة لكل المستثمرين يستثمروا في ذات المجال، وتكون برضو منافسة شريفة وقوية عشان وتفضل نكهة الشعب السوداني. أيوة أيوة، إذا عنده وفد برا ما يتحرج يكون واثق إنه يجون في مكان نظيف مهيئ. أيوة. شكرا لكم، شكرا لكم كثير، شكرا كثير، تسلم ان شاء الله. هديل نطلع نمشي لحوم البركه، نمشي نمشي نشوف لحوم البركه. خلاص يلا الكنترول، نمشي نشوف لحوم البركه.